برج القوس، أنت الآن في عدد منكم مش في بلده، في عدد منكم عم يشتغل أو مسافر، مبين عندي السفر كتير، في عندي روحة ورجعة وروحة ورجعة، في فرصة للسفر كبيرة إما للوطن أو عم بتكون سفرة مع الحبيب، في سفرة في الأفق حلوة. قبل فترة كان قلبك كتير مكسور من أكثر من شخص وكنت تعبان، يعني اللي هو كنت عاطفيا مشاعرك كانت كتير سلبية وانطعنت كتير من أشخاص قريبين، يعني أعطيتهم الثقة وهم لا يستحقوا أي نوع من الثقة، استغلوا الأسرار اللي أنت يعني أمنتهم عليها، كانوا عم بيحكوا هاي الأسرار أو عم بيطلعوها خلال الفترة الماضية، ما كانوا عم يتعاملوا معاك بطيبة قلبك بالمثل، بالعكس كانوا عم يكونوا غدارين معك وعم يستغلوا الأسرار لضدك، أنت أشياء أنت حكيت لهم إياها هم طبعا نشروها في كل خلينا نحكي في المحيط، وهذا الشيء أثر عليك سابقا بخيبة أمل. عم بشوفك حبيبي في الفترة الجاي في موقع حلو، وكأنه عم تستقبل شخص جديد في حياتك، تستقبل في عندي حياة جديدة، في تغير في نمط العلاقات من حولك أو نمط حياتك أنت رح يتغير للأفضل. كنت ملان كتير الفترة الماضية، ما كان في تغييرات، لا هلأ إجا وقت التغييرات، عم بشوف أشياء كتير حلوة وتغييرات كتير حلوة، عم بشوف في فرصة للعمل خارج الوطن، رح يكون دخلها كبير هاي الفترة مش الفترة الجاي إن شاء الله. في على صعيد الدراسة رح يكون في تنافس كبير على موضوع في الدراسة، ويكون مش عارف دراسات عليا يمكن، لأنه مبين عندي في نجاح كبير في هذا المجال. إذا كنت تدرس، عم تدرس، بحفزك إنه تدرس أكثر هاي الفترة، لأنه النجاح حليفك، على قد ما تعبت على قد ما حتجيب في هاي المرحلة الدراسية اللي أنت فيها. على صعيد الصحة الحمد لله الأمور تمام كلها، باستثناء إنه عم من فترة لفترة عم تفكر وتتعب حالك بالتفكير على الفاضي. التفكير السلبي ما بيجيب لك إلا سلبيات، ما إله أي فائدة أخرى إلا هاي الفائدة إذا اعتبرناها فائدة. فنحاول نتخلص من أي تفكير سلبي ونروح للأشخاص الإيجابيين، ونحاول إنه مش نستغل طاقتهم، نحاول إنه نكون مثلهم في الطاقة. في عندي ميزان عدل، في شخص ظلمك كتير في الفترة الماضية وكنت عم تستنى يعني العدالة إنها تاخذ مجراها لفترة طويلة، ما أخذت مجراها، لكن في هاي الفترة أنت راح يعني يكون في عدالة في الموضوع، وهذا الشخص راح يكون مثل ما عمل لك رح ينعمل له، في كارما في الموضوع كتير في هذا الشهر، هذا الشخص رح ياخد جزاؤه هاي الفترة على يعني على عينك، انت حتشوف هذا الشخص، بس طبعا ما بحكي لك انه تشمت فيه ولا شيء، لكن هذا اللي مبين عندي انه انت رح تشوف خسارة عند هذا الشخص، وهذا الشيء عم يشفي لك شوي جروحاتك لأنه غدر فيك أكثر من مرة لهذا الشخص. في عندي مبين رجوع لشخص قديم، شخص قوي، شخصيته قوية، مش كبير بالعمر، كبير بالعمر أو عنده رزانة
معينة، عنده ثقل، عنده شأن، يعني شأنه كبير بالمجتمع. هذا الشخص اللي أنت على علاقة كنت معه في السابق، في رجوع، في رجوع حلو، وبين عندي إنه في رجوع مستمر، يعني رح تتطور العلاقة بيناتكم إن شاء الله إذا كان هذا الشخص اللي أنت تركته. بحاول أعرف من أي طاقة، ممكن يكون طاقة نارية، ممكن يكون طاقة ترابية. إذا بتوقع رجوع بنسبة كبيرة، لكن رح يحاول إنه يفرض عليك شروط أو أمور أنت ما تعجبك. هذا اللي مش حلو في الموضوع. أنا بنصحك إنه أبدا ما تخلي حدا يمشيك على مزاجه أو على هوائياته. وقت ما بده إياك بيقول لك يلا، ووقت ما بده يروح لا. كتير بنصحك بإنه تكون حاسم كتير مع هذا الشخص. عم يشعر هو وكأنه أنت علمته درس، أو كنت كتير شديد معه خلال الفترة الماضية، لذلك هو راجع وهو يعني متوتر من ناحيتك. يعني بيقول خايف، خايف من ردة فعلك ناحيته، وكأنه عمل لك شغلة زعلتك، شغلة كبيرة زعلتك، وانت عرفتها لهاي الشغلة. فإذا في رجوع لهذا الشخص، في عندي ظهور لامرأة، بتوقع من الأبراج النارية برضه، يمكن حمل. هاي المرأة عم بتكون عم بتساعدكم. إذا ظهورها بالفترة الجاي أو الفترة هاي الشهر الأربع أسابيع اللي عم نحكي عنهم، حتكون صديقة صدوقة بالنسبة لكم، أو صديق صدوق بالنسبة للشاب. ظهورها في حياتكم عم بيساعدكم بموضوع من المواضيع. إذا قراءة حلوة كتير لبرج القوس. على صعيد العمل عندهم تغيير في المسؤولين، المسؤول المباشر أو غير المباشر، راح يكون في تغييرات في البوزيشنز اللي عندهم إياها بالشغل، لكن هم ما راح يعني يتأثروا في هذا الموضوع. راح يكون الموضوع عندهم عادي، ما يعني ما حتفرق معاهم كتير، لكن حبيت أحكيها لأنها بينت عندي. إذا انتصار أو أخبار حلوة لبرج القوس بعد تعب. إذا في رجوع، رجوع حلو.